أبو ناصر، هلا، لقاء جديد وسوالف جديدة. شوف وياك كل لقاء جديد ومعاك كل سالفة جديدة. يطول عمرك. رحت اليابان؟ لا والله ما رحت، ما قد زرتها. لا والله ولا أنا. يقولون غالية، يقولون يقولوني بس قبل فترة يقول لي واحد من ربع يقول الين لي نزل، يقول الحين اللي وده يزور اليابان هذه الفترة مناسبة جدا. أنا ما أفهم في الين نزل طلع ما. أنا علاقتي بالين الله يرحمه أبو عدنان عبد الحسين عبد الرضا، يوم يقول الين وما ين وبعدين قال ين وقعد وصاج. هذه علاقتي بالين. أنا معجب في اليابان. أقرأ عن اليابان، أحاول أشوف أفلام عن اليابان. شعب نشيط وملتزم، والتزام درجة التزام يعني عجيبة يعني، نظاميين. وحتى صناعاتهم متقنة، متقنة. حتى أكلهم انتشر في العالم كله يا أخوي، وين ما تروح يعني. أنا أذكر قبل 30 سنة وزود صعب تلقى مطعم ياباني، يمكن الكويت كلها ما كان فيها لمطعم واحد قبل غزو الله لا يعود أيامه. اليوم بكل مجمع فيه أكثر من مطعم ياباني، بكل مكان تأكل ياباني. لا جربته مرة ويهك يعني لا ينبغي. جربته مرة يا أبو خالد، أنا مجهز لك ياباني اليوم. جهز ياباني، جهز مو ياباني. لا تعالج. أكلت؟ لا لا أكلت. جربته شيء مدوح كذي؟ إيه بس هو زفر. لا 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 شنو يربه زفر. أكل ياباني دائما أنا، زفر لذيذ، زفر ني ساشيمي كيفك أنت وياه. بس أنا ما يصلح لي، حاولت واحد عزمني أنا وين وهالسالفة وين. وهد كل شيء وداك ياباني، ودار ياباني ولا ويرب ترى زين كذي مثلك كذي. ما هذا الأكل والله يا بعد تنام وتقعد ما تبي إلا ياباني. الله، أنا نمت وقعدت ما بي ياباني. إيه زفرة إيش اللي أكلته هذا؟ شيء مدوح كذي، مدوح كذي في شغلة داخل ما أدري شنو هي، وظن في عيش. عيش إيه. والسمك ني غالبا أو ربيان ني. إيش حق أحد أكل ني زين شوال موجودة. والسودة اللي عليه ترى من الطحالب، طحالب مضغوطة قصيع ما قصيع ما أدري شنو طحالب. إحنا تتوضع هذا أكل أكل لي قصيع قدوة. والله إدوة، هذا هذا إدوة. إدوة مو قدوة. لا والله إدوة. إدوة ذي شنو قصيع ما قصيع ما. إحنا على البحر قصيع ما نستحمله. مرة بعد بطنك حق المحاذف بس القصيع. لا لا بس الصج زفر شلون تاكل؟ هو ترى بالفعل تجربة قديمة تجربتك. إيه مو حديثة. إيه في خابر هيلتون القديم اللي إيه؟ شالوه قبل كان في مطعم ياباني ذاك الصوب في صح؟ وداني واحد لبناني قال لي بدك تعرف على طريقة بدك ما بدك إلا بدك ما بدك وبدها ورحنا بدك أي بدك مضبطة. تمت الزفرة بخشمي يمكن 3 أيام. إيش دعوة وليه الحين ما طلعت من أثرها؟ لا لا مصدوم أنا. زين أنا عندي تحدي. وأنا انصدمت. لا والله الله لا يوريك. لا والله والله ما عيدها لو شنو. لا 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 والله العظيم. لا بس انا اليوم انت بتسوي الياباني بتاكله بروحك انت، وانا انا بتطمش. شوف احنا لا احنا ربع وكل شيء يعني لا كل شيء زين وهذا، بس اكل ياباني ماني ماكل ياباني. انا الحين مثل لبناني بقول بدك تغير رايك. ما بدي. بدك. لا والله ما بدي. لا يا ابن الحلال ايش بدي يعني؟ بدي اروح اكل زفر. انت اللي اكلته ماكي او ماكي رول ما ادري ايش يسمونه رول هذا الرول. مدلقمينه
واكو السوشي الطويل هذا. بس اللي راح ناكله اليوم شو اسمه بعد؟ تابانياكي. اذا هذا اسمه جميل صحي. الله وربيان رومانسي انت في معلومة. موني والله موني. شوف شوف تابانياكي طلعت ترجمتها اليابانية، اتمنى اكون يعني مصيب. تابانياكي تعني الشواء على صفيحة حديدية ساخنة، وهذا شغلنا احنا الميد. احلى ميد عاد عاد تجيب الميد شو اسمه تاوى ربيان. لا تابانياكي اي تجيب الميد اللي قلته ما ينقال هذا. وبحط لك معاه وسابي. شنو وسابي؟ وسابي خلاصة شيء جذور تشبه الفجل بس ياباني خضر، وحرارته تفتح النخاشيش يا للعين يا اي والله. لكن طعم اسمه مو عاجبني يعني. تبنياكي اقول لك مو عاجبني. احنا راح نجرب. شوف انا بجرب ايه وبنشوف. لكن اذا طلع مثل صاحبنا ذاك ايه اقول بالتاوة. لا اكرم عليك. الله يسلمك. لا 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 كل اللي بسويه بزعل. واللي زعلت ايه رضاك سهل ولا صعب؟ طيب لا 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 مو كويتي. طيب مو طيب ولا كويتي. ها كل شيء الا السوشي. سوي ماكو سوشي. تابانياكي الله اكبر. هذا الاسم تابانياكي. خلنا بالتابانياكي. تابانياكي اتصدق سبحان الله اليابان علاقتنا فيهم يعني فيها جمال وفي اذى غير مباشر يعني بس بدون قصد. اللي هو اكتشاف اللؤلؤ الصناعي او المستزرع اللي انهى اقتصاد الكويت ودول الساحل في ذلك الوقت. كانوا اهلنا كلهم كذي. كان اعتمادنا. انا اقرا بالتاريخ ساعات يقول لك سنه الطفحه يقول راحوا مرتين يصيدون لولو مرتين من طفحه اللولو ذيك السنه. وشوف الخير و800 سفينة أظن 1910 بين هالتاريخين ما يحضرني. لكن أكو واحد ياباني اسمه يا طويل العمر ما ينحفظ طبعا القلجي ميكوموتو كويتشي. ايه؟ هذا مولود 1858. باقي القصة نسولف فيها على الشيء التبنياكي. التبنياكي إيه؟ فنطلع فاصل ونواصل ليش لا في التبنياكي. العنبو ناصر الآن سيبدأ التحدي الأكبر. الله الله أكبر الله أكبر. بدي أغير وجهة نظرك. أنا ما بدي. أنا بدي. بدك كيفك. بدي بدي بدي. هذا شنو نبي نغير رايك في الأكل الياباني وإن شاء الله أول سوري نحط الثوم. ونحط الزنجبيل والثوم المقصص. وأتمنى أتمنى أتمنى إني أنجح. إن شاء الله بتنجح في المهمة. إن شاء الله بتنجح الصعبة. أي والله إحنا في تحدي. شوف شوف ربيان إيش زينة. أنا ما حكي عن ربيان. أدري ربيان زين. شوف ربيان إيش حلوة. الشواء على صفيحة. الصفيحة. ها الشواء على صفيحة حديدية ساخنة. إنه التبنياكي.
شوف تسميات الاكل اي في كل ديره ها اي تلقى فيها شعبيه، اكيد هذه كلمه شعبيه عندهم. اي الظاهر اي عاد مناصر انت ملك اللي يصيدون الكلام الشعبي البسيط ويركبونه تركيب جميل. كلماتك الحين إذا بغيت تكتب كلمات تعيش حالة معينة، يعني بعضهم يقول لك أنا أطق ساتر أقعد بروحي، إيش دعوة؟ بعضهم ها؟ إيش دعوة؟ إي والله شنو كلام يكتب وايد شعره يبي إيه؟ لا والله أنا عادي ها؟ عادي وأنا قاعد بالبيت ويا الناس اللي أشتغل معاهم. إيه ما 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 اسافر ولا اروح ولا اي، ما عندي طقوس، يعني طقوس هذا ما عندي. بعضهم يقول لك انا احط قهوه واحط لك انا اي فنجان وسيجاره انا ذي لا اعرف ليش يحطون قهوه ويحطون هذا ليش؟ متاثرين بعماد حمدي قاعد الصبح يقول له قهوه وهو بالفراش. تصدق هالقصه؟ يبون له ريوق كامل ساعات. ايه ايه وجريده. ايه جريده وعصير وقهوه إيه وجبن وبيض وانت بالفراش. ايه وهذه ايش حق قاعد؟ وهذه تصير بالافلام كيفهم. بس بالحياه ما تصير. بالحياه ما تصير، لا ما تصير ما تصير. متى اول مره كتبت؟ شلون كتبت؟ اول مره كتبت في المخيم الكشفي، سويت غنايه. عجيب. ايه مركبها تركيب. عجيب. اي اكو اغنيه هذه طبوا وطننا طبوا وطننا. اي قاعد يا غازي شوف طبوا وطننا. اغنيه وطنيه عراقيه. زين. اي سويتها انا زار المعسكر زار المعسكر. ركبت عليها كلمات. كلمات نفس اللحن. في المخيم الكشفي في بنيطيس اول. اي. اي. وبس ومشت السالفه. بالاضافه الى وجود الله يرحمه سعود الراشد في ريجنا. اوه. إيه هذا ساعد كثير. هذه اكيد. اي ووجود الله يرحمه خالد سعود الزيد موجود. ايه. علمني ووجهني ويمكن اول مره اسمع في الخليل من احمد عنده. عند خالد سعود الزيد. مدرسين يعني علموني كثير الله يرحمهم. ما هي مهمة شاقة بالنسبة لك بس فيها مزاج، يعني ساعات مزاج ساعات ما يضبط. مو مزاج بس مزاج فيها تحس ان علاقتك بالورق والقلم اكثر. يعني انا احب اكتب مثلا اذا حصل قلم رصاص احسن منه. رصاص ايه طقوس هذه ايه صار بنسل بنسل. بنسل تعال من يستعمل بنسل الحين؟ ما حد يستعمله ها؟ ما حد يستعمله صار بنسل ومبريزين. ايه يا شيء عجيب يا حبيبي. شوف 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 هذا شنو انواع الفاصوليات ايه والذره. وين اللي بتشي الخشب الخفيفه؟ شنو اللي بتشي الخشب؟ هذا خاشه لك مفاجأة. الوسابي. وسابي عليك وسابي. ايه هذا الوسابي. نقصص نزيد الالوان. شنو علاقتك بالالوان؟ علاقتي كإنسان احب الشيء الالوان. شنو لونك المفضل؟ انا احب اللون البيج. ايه وايد اللون اللي ما واطنا الاحمر. عجيب ليش؟ ما ادري يا اخي لاسباب يعني. لا لا اسباب انه غير مناسب للرجل او شيء ولا ما ادري شلون يعني ما حبيت. سياره حمراء ما اقتنيت؟ لا
ولا ما تستهويك؟ لا أبدا. ليه صارت السيارة حمراء؟ لا لا أبدا أبدا أبدا. بالنسبة للسيارة أنا أحب اللون الرصاصي، اللون الأبيض زين، لكن حمر. بس بالشعر ما أنت تقليدي يعني؟ إذا أنت بألوانك تقليدي بشعرك مجدد؟ لا هو الشعر اللي صار مو مجدد ولا شيء، بس اللي صار إنه أول صابرية كتبتها أي. واحد من الشعراء الكبار بالكويت قال هذه بدر بايقها من خالة فهد. شلون؟ سامري غايد بورسلي ملك السامري أي. فقال بايقها منه. أنا يتهمك أنك بايقها من خالك أي. تأثرت بخالك؟ تأثرت فيه كخال أي. ما كشاعر أحب شعر أكيد، وأتمنى أكون ربع. والله ما أنت يعني قليل يعني. عرفت شلون؟ أي. بس اللي أزعجني إن إن شال مني شيء أنا ترى والي حلالي وملكي اللي هو أنا، لما قال شو اسمه. من ذاك اليوم بديت أحاول محاولات إلى يومنا هذا زي. لما أكتب أحاول يعني، فلو طالع اللي كتبتم على مدى السنوات هذه تشوف تأثير المحاولة في ما أكتب يعني. يعني مو ماكو شيء طمقة يعني هذا أنا هذا لوني، لا إنه محاولات. بس اليوم فيه هذا لوني أي، وفي هذا تاريخي وفي هذا لون المحاولات، فأصبح يمكن شباب بعض الشباب تأثروا في الطريقة اللي يحاول، وهذا مو عيب بالعكس، الواحد اللي يحاول زين. اللي يحاول بعدين في تأثر بمدرسة وفي تقمص وفي تقليد، في وايد يعني. دائما في البدايات انت تتقمص شخصيات عوامل يعني، دائما في البدايات. انا اول شيء اول ما علمني انا وعدتك اول شيء يا عمي شنو هذا؟ ما اقطعك الا بالخير تبكاتي هذا شنو هذا؟ يا والله مخصوص هذا الوسابي. اها وهذا شغلنا جاهز على الوسابي تحطه كذي ما تحطه ولا لا يمه يعني نوع من فلفل يعني شيء 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 يمه شوف لاني احب الالوان انا قلتك خل اشكل لك اجمل طبق يا تسلم اقدم لك يا تسلم هذا الطبق ما شاء الله المميز ان شاء الله وان شاء الله يغير رايك ترى الربيان بيدك اذا تبيها لا تبكاسي ما يسمونه ذي هذا عاد لا تكثر منه بطرف ال عجيب لا لا بس طرف ضواقه كذي بس إيه أحسن إذا ما أنت وبعدين خذ التجربة مخلي لك قشرة الربيانة ذيلها إن شاء الله عليك عشان ها أنت وايد تحب أنا كاهي ربيانتي أنا بالقياس للتبنياكي اللي أكلناه بالمطاعم أقدر أزعم أن هذا تبنياكي جيد أتمنى أكون غيرت شوية رأيك بالأكل الياباني هناك أكل ياباني ممكن العم بو ناصر يأكله هذا يأكله لكن ذاك لا يمكن لا يحوشك خلاص عيل نختم نشوفكم على خير فزت بالتحدي
خل ناكل اللي بحجي واقول لك ايه فزت على راسي. شهاده جديده من العم العود راح صاحب السوشي. نشوفكم على خير. بعيدا عن التبنياكي والسوشي وفما الله.